كمان هنروح برضو لدولة فيها عدد كبير من المصريين الحقيقة، وهي دولة الإمارات. ومعانا على التليفون الدكتور شعبان رأفت، رئيس اتحاد المصريين بالإمارات. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم، أهلا ازي حضرتك؟ بحضرتك. أهلا بحضرتك. كلمنا يا دكتور بقى عن الأجواء في الإمارات، أخبارها إيه؟ الأجواء الانتخابية طبعا. والله الأجواء مفرحة جدا، يعني العائلات نازلة بكثرة من مختلف إمارات الدولة، يعني الأسرة كاملة بالكامل بما فيهم الأطفال جايين يدلوا بصوتهم. النهاردة يعني أول يوم، آخر يوم انتخابي الساعة 5:15 الوقت، يعني لما الساعة 9 والعرس الانتخابي ده يعني يختم على خير، وإن شاء الله بيكون فرحة مميزة واستحقاق انتخابي مميز. الناخبين جايين بود وجايين بوعي، كل واحد فيهم بيعبر عن رأيه بزغرادة، بهتافات، بتحيا مصر، بإحنا خلف مصر، إحنا خلف قيادتنا، إحنا جايين ننتخب رئيس جديد. كل الناس مجمعين على إن الرئيس السيسي هو الأقدر من بين المرشحين. طبعا ما فيش توجيه لحد معين، لانتخاب حد معين، ولكن كل الناس الكل بيقوم بدوره. اكيد اكيد كل طبعا كلهم مجمعين، وهم جايين اصلا شايلين صور الرئيس وشايلين الاعلام المصريه، والحمد لله امور طيبه جدا، في تسهيلات جدا، كل يعني مرونه في العمليه الانتخابيه، ما فيش مشاكل. اعتراضاتنا متواصل معانا، حملة فخامة الرئيس والمستشار محمود فوزي، الكل المجمع على ان العملية تتم بصورة يعني الحمد لله ميسرة، في فرحة عامة، سواء في انتخابات ابو ظبي، في لجنة ابو ظبي او في لجنة دبي. يعني دكتور، يعني في رسالة تقدمها للمصريين في الداخل عن ضرورة المشاركة والتصويت؟ احنا عايزين بقى دلوقتي رسائل منكم لينا احنا في الداخل. هو يعني المصريين في الخارج بمشاركتهم وبنزلهم بكثافة بذوي الهمم بمختلف الأعمار بتاعتهم، المفترض تكون دي رسالة قوية جدا للمصريين في الداخل. احنا كمصريين في الخارج حاسين بآلام المصريين في الداخل، ما يفرحهم يفرحنا وما يغضبهم يغضبنا. احنا في خطر، يجب الكل ينزل يعبر عن رأيه، استحقاق انتخابي، لازم الصوت أمانة، طبعا واجب وطني، ندي رسالة للعالم كله ان احنا قادرين، يعني زي ما الرئيس طلب من الناس تنزل التعبير عن رأيها برفض فكرة التهجير، الناس كلها نزلت، ودي كانت حاجة مميزة. احنا عايزين يبقى الاستحقاق الانتخابي يبقى عرس انتخابي، يبقى رسالة للعالم ان احنا قوة واحدة، وان احنا خلف القيادة، وان احنا بننتخب رئيس لتولي فترة جديدة لإدارة شؤون البلاد، وفترة حرجة جدا وخطيرة، ولازم نحسبها كويس قوي. اعتقد ان كل الناس، يعني احنا عندنا الاطفال سواء يعني موجودين في الخارج او الاطفال في الداخل، الاطفال نفسهم عارفين المقاطعه وعارفين ان ما يشتروش حاجه من كذا، وكل كل الامور ديت. يعني 7 اكتوبر عمل حاله عند الراي العام، ويعني لو قعدنا ندرس وقعدنا نثقف وقعدنا من 7 اكتوبر غيرت مفاهيم كتير عند الشباب وعند الاجيال الجديده، بل بالعكس خدمت الوحده الوطنيه واللحمه الوطنيه بين المصريين. أكيد أكيد. شكرا للدكتور شعبان رأفت، رئيس اتحاد المصريين بالإمارات. ربنا يوفقكم ويوفقنا يا رب لما فيه خير مصر، خير مصر، مش عايزين أكتر من كده. صحيح. شكرا دكتور شعبان.